ايه السلام عليكم. الكتاب ده عندي من الترم اللي فات ونسيت خالص ان انا اعمل عليه فيديوهات. كتاب ذا بيست ستار. تمام. كنت انا بنتي في سنة رابعة كنت بدور لها على كتاب فيه جرامر، لان انا طبعا بذاكر لها انا، وطبعا اكيد ما بنبقاش زي المدرس اللي بيدي الطفل واثنين وثلاثة، فبنبقى عايزين ان احنا نعلي من مستوى اطفالنا يعني، ونظبط الدنيا كده بنفسنا. شفت كام كتاب جرامر، بصراحة ربنا ما عجبونيش خالص خالص، وشفت مجموعة كمان من مذكرات المدرسين، وبرضه كنت حاسة ان الدنيا صعبة، كنت عايزة حاجة سهلة افهمها انا واعرف افهمها. استعنت بثلاث كتب، كتاب ذا بيست ستار ده ليفل 1، وبعدين اكتشفت ان الكتاب ده وانا مرة في مصر في الفجالة اكتشفت ان فيه منه ليفل 2، وبعدين كتاب نيو جينيريشن، وكتاب نيو جينيريشن يعني بصراحة ربنا حبيته جدا. غير ان هو الكونكت بلس بتاع برايم 1، ممكن ان هو الناس اللي حتى مش في مدارس اللغات ممكن يستعينوا فيه، لانه فيه كمية جرامر عالية قوي. تمام. طيب انا هحاول ان انا في الفيديو ده اوريكم يعني تجربتي مع كتاب ذا بيست ستار، وفعلا فرق معايا جدا، فرق مع بنتي، مش معايا طبعا، فرق مع بنتي جدا جدا، فرق مع ابني برضو اللي في سنة تانية ابتدائي، لان هو بادئ من البداية خالص. الكتاب نزل السنة دي بسلوفان، الترم اللي فات ما كانش بسلوفان من حلاوته سلفينو، بس هو بنفس السعر، هو سعره 40 جنيه، وسعره بسيط جدا وبجد من جوه هايل قوي قوي. وهشوف الوقت افتحه، بس اشيل السلوفان من عليه وافتحه ونشوف مع بعض. ثانية واحدة دلوقتي انا بشيل السلفان من عليها اهو. ثانية واحدة اشيله خالص. انا دلوقتي شلت السلفان من عليه خالص، وهبدأ ان انا افتحه من جوه واوريكم قد ايه هو كتاب حلو جدا جدا. والكتاب ده ما كانش مشهور، الناس حبايبي اللي يعرفوني وكانوا بيسألوني على كتب جرامر انا قلت لهم عليه الترم اللي فات، والحمد لله هو حقق معايا مبيعات عالية جدا، بس كنت نسيت خالص ان انا اصوره ليكم. اول حاجة بيبتدي طبعا انا هبتدي بليفل 1، وبعدين هعمل فيديو كامل على ليفل 2، وبعدين نيو جينيريشن بقى يبقى ايه لوحده، لان هما الثلاثه ما ينفعوش في فيديو واحد. اول حاجه البارت 1 بيعلمك، شوف اول حاجه يوجد 26 حرف في اللغه الانجليزيه، تاكد من قدره طلابك على كتابتهم بصوره صحيحه ومعرفه اسم وشكل كل حرف. يعني بيبتدي من البدايه خالص انك ازاي تعلم طفلك الحروف بالشكل والحرف. تمام. اوكي. طيب بعد كده بقى ايه، شوف من تحت بيقول لك ايه بقى، انك لازم تشرح لابنك الفرق ما بين اسم الحرف وصوته. يعني اسم الحرف حرف الاي بتنطق ا وليس الف، فلازم ان احنا نمشي مع الاطفال سنه سنه. البي هو بتنطق بي، بس هو المفروض النطق بتاعه با. ف الحاجات دي مفيده جدا يعني، انا نفسي طبعا احنا متعلمين التعليم اللي على قديم وما كانش على ايامنا الكلام ده. بعد كده بيقول لك صوت في اللغه الانجليزيه ومقسمه لاصوات متحركه واصوات ساكنه، يعني هو بيجيب لي من البدايه خالص. طبعا احنا العالم بتاعنا بتاع زمان ما يعني في حاجات كانت واقعه مننا، يعني الواحد الصراحه تتقال. يعني اول حاجه بيقول لك ايه، ابدا بالحروف المتحركه، موضح ان هناك طريقتين لنطق كل صوت متحرك، في عندنا صوت قصير في الانجليش وفي صوت طويل. طبعا الكلام ده كله علشان الام تقدر انها تساعد ولادها، وحيات ربنا فرق جدا يا جماعه والله. يعني انا همشي معاكم سنه سنه واوريكم اللي حصل معايا. الصوت الطويل بيقابلها علامات التشكيل الاتيه اللي هي الفتحه والكسره والضمه، ماشي، زي اصوات قصيره ممدوده بالالف والواو والياء، ودي الاصوات الايه الطويله. طيب اول حاجه شوفي هيفضل ماشي معانا سنه ستنا ان احنا ازاي ننطق، اهو ان احنا نركز على نطق الحرف الساكن، ماشي. اول حاجه هيعلمنا النطق وهيعلم ولادنا النطق. بعد كده هيرجي للشورت فولول ساوند، يعني هيمشي بقى سنه سنه انك تعلم ولادك يمشي كات هات مات رات، كل دي اصوات قصيره.
طيب هنيجي نمشي بقى موضوع الاصوات ده، هو بيخليك تذاكر لاولادك شويه اصوات كده حلوين وتبدا تتعلم. وانا استعنت كمان بفيديوهات اليوتيوب اللي فيها نطق بعض الكلمات. طبعا اللي عامل الكتاب ده مدرسه في منتهى الذكاء والجمال بصراحه ربنا. بعدين تبدا انك تقري اطفالك الكلمات دي باصوات عاليه اهو، بعدين تمليه بقى، نبدا نمليه. على فكره انا مشيت مع بنتي كلمة كلمة وحرف حرف في الكتاب ده، مش بهزر، مشيت معاها كيلو فرق في مستواها جدا جدا جدا. طيب بعد كده بيقولك اهو الاس اتش والسي اتش والتي اتش، وهي ايه هيقسمها بقى الاس اتش شا والسي اتش تش والتي اتش تتنطق، لاما ثا لاما مش عارفة ايه، يعني ماشي سنة سنة معايا. اما اجي بقى هنا هيخليه يحفظ كلمات اهو. يعني انا الخطوات دي كلها مشيتها مع بنتي لغاية ما ابتدينا ان احنا بقى نشتغل. شوفي يعني هو ايه النطق الحروف، بيقولك ان حرف اليو بينطق باكثر من طريقة، يعني بيمشيلك حرف حرف. ازاي بتنطق حرف اليو؟ ان حرف اليو متنقش على طول يو؟ لا. طيب مثلا الكيو، مفيش كتاب في كل الكتب الخارجية على فكرة ماشي بالمنظر ده وحياة ربنا، الكيو جايب كوين كوايت، لا طب الرا ران رابت ريت، مش عارفة اديك بتنطق ايه، بس انا قصدي ان الكتاب ده فادني. بعدين اول حاجة بقى بدأ لي بأدوات النقرة اهو، الآ والآن، وكل قاعدة عامل لي عليها اكسرسايز. طيب اول حاجة وحياة ربنا انا كنت ناسيها فعلا، ان الآ والآن بتتحط ورا اسم لازم يكون سنجلر، يعني لازم يكون مفرد. انا كنت بتلخبط في الموضوع ده جدا على فكرة. انا بتكلم الناس اللي بتساعد ولادها في البيت وعايزة انها تذكر لهم هو، وعايزة تستعين بكتاب جرامر يكون ماشي لهم يعني نقطة نقطة وسنة سنة. الاول ان، بعدين جاب اكسرسايز عليهم اهو ويقول لك ان اج، اما الاجز ما بتحطش لان الاجز جمع، ما بتحطش قبلها ادوات نقرة او ادوات معرفة اللي هي الا او الان. وبعدين يجيب لك اكسرسايز اهو ماشي سنة سنة، ويجيب اكسرسايز كمان، وبعدين يعرف الاطفال النون والفيرب. معلش وقفت ثانية. بعدين بعد الآ والآن بيجيب الاسم والفعل وتعريف، أو إن إزاي الطفل يفرق ما بين الفعل والاسم. هنا الصفحة اللي بعدها جايب أفعال verbs، وهو مش عايز خلص إنك تحفظه، بس عادي لو أنت حفظته علشان الطفل يعرف الفرق ما بين النون والverb. نشوف بقى الصفحة اللي بعدها كمية الاكسرسايز الموجودة، هل الكلام يديك كلمات بقى ويقول لك اه ده اسم ولا فعل. طب نيجي بعدها يدخل لنا عن تاني حاجة الجمائر، الضمائر اهي، الهي والشي والات واليو والواي والواي ايه والذي قصدي والوي. وبعديها ماشي اكسرسايز اهو، اعلى واحلى كتاب حسيته ان هو سهل بسيط، بيفهم اللي بيشرح وبيفهم الطفل، طريقته سهلة جدا. بعدين هيتندخل على الفيرب تو بي، اول يعني حاجة خالص. شوفي مشلنا الاول من الحروف وبعدين ادوات التعريف وبعدين الفيرب وبعدين النونز، وبعدين ماشي بطريقة حلوة جدا. واحلى كتاب انا حبيته بصراحة ربنا، وسعره حلو جدا بالذات اللي عندها طفل واثنين وثلاثة في نفس السن. شوف كمية الاكسرسايز، ان استخدم بقى ايه الفعل المناسب ليهم، ده تمارين على الفيرب تو بي خلاص، يعني الاي بتاخد ايه، ام ولا از ولا ار اهو. كمية اكسرسايز يعني يديك الايه القطعة ويديك عليها جرامر كتير. طيب بعدها فيرب تو هاف اللي هو يملك، يديك القاعدة ويديك عليها تمارين اهو. طيب
ماشي كده باقي اهوت، ادي اسم الاشاره، وبعدين عبارات التعارف، ماشي سنه سنه في اللغه الانجليزيه لغايه ما الطفل بتاسس تاسيس صحي جدا. طيب السؤال بقى الليفل 1 ماشي لغايه فين؟ شوف هيديني الجود نايت والجود باي ومش عارفه ايه، بعدين اداه التعريف اللي هي ذا، امتى بنحطها اهو، وبعدين اجزاء الجسم. طبعا الكتاب كبير جدا، ممكن ان انا اجيب الفهرس بتاعه وفي مفهوش فهرس يعني الكتاب ما فيهوش فهرس. طيب شوف في النهاية بيوصلك لحد اما طفلك بيقدر ان هو يتعامل مع القطعة قطعة ويجاوب عليها بترو او فولس، يعني بيخليه يقرأ ويبدأ يشوف القطعة دي صح ولا غلط. هنا دي بقى ازاي ازاي تخلي الام تخلي طفلها ان هو ايه يقرأ قطع صغيرة ويستنتج المعلومات منها، وإرشادات للأم أو للطالب أهو. الكتاب وحياة ربنا في منتهى الجمال، كتاب في منتهى الجمال، في كمية إكسرسايز فظيعة جدا أهو. سؤال الماتش اللي هو سؤال التوصيل، إزاي بيساعد التلميذ على ربط المعلومات واسترجاعها بشكل جيد؟ يعني أنت الأم بتقري الكلام وعلى أساسه بتبتدي تشغلي طفلك والمدرس، وانا عندي كميه مدرسين على فكره فظيعه جدا خدت الكتاب ده، وهو على فكره مش محتاج مدرس، انا مش مدرسه انجليش وما عنديش كانت الخبره الكافيه ان انا اعلم اولادي، بصراحه ربنا اللي استعنت بالكتاب ده، انا حاسه ان الدنيا فرقت معاهم جدا جدا. كتاب باستستار ليفل 1 واصل لغايه بقى اهو، دي اخر قاعده موجوده فيها اللي هي هاو ميني اللي هي كم عدد، وازاي السؤال وازاي انت بتجاوب عليه، وديت لغايه ليفل 1. اعتقد ان ليفل 1 بيمشي مع الطفل لغايه اولى ابتدائي مثلا بالذات اللغات، بعدها اما يطلع تانية ابتدائي اعتقد ان هو لازم يحتاج ليفل 2. والفيديو اللي جاي هنفتح ليفل 2 ونشوف جواه ايه، واللي بعده هنفتح نيو جينيريشن، لان نيو جينيريشن ده كتاب قيم جدا 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 صراحة ربنا عجبني قوي، و يعني اتمنى ان انا اكون بساعدكم. اللي شايف ان فيديوهاتي بتساعده يعني ياريت يعمل لايك، ومرسي لكم.